نوبيليس معا نصنع المستقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في موعد جديد من أحوال الطقس. إذن ونستهلها بالوضعية الجوية لصبيحة يوم السبت إن شاء الله. إذن لدينا دائما استقرار في الوضعية الجوية، إذن نرتقب أجواء من مشمسة إلى قليلة السحب على المدن الساحلية للوطن حتى على شمالي الصحراء والجنوب الكبير، بينما النشاط الرعدي دائما في الموعد على مناطق الهضاب العليا من الناحية الغربية، إذن لكن دائما يبقى دون فعالية خلال هذه الصبيحة، بينما درجات الحرارة إذن تبقى دائما في معدلاتها الفصلية، إذا نسجل على شمالية الصحراء 23 درجة بغرداية البيض ب 17 درجة، نفس المقياس على ولاية أنعام بني عباس ب 25 درجة، تندوف ب 26 درجة، 27 درجة بكل من 8-6 جانات وإليزي 26 درجة بورقلا، عين صالح ب 29 درجة وأدرار ب 30 درجة، أما على المناطق الشمالية تتراوح ما بين 14 درجة إلى 23 درجة، أدنى درجة لهذه الصبيحة إن شاء الله إذن تقدر ب 14 درجة، أما كعلى مقياس هذه الصبيحة تقدر ب 30 درجة. إذن ننتقل لحالة السماء خلال هذه الظهيرة إن شاء الله، إذن نعيش تقريبا نفس الوضعية الجوية، النشاط الرعدي يلتحق بأقصى الجنوب وعلى ولاية مناصط، إذن يقدر يمد في بعض الأحيان أمطار أو زخات مطرية، إذن بينما الأجواء ستكون مشمسة على الجنوب الغربي حتى على وسط الصحراء وشمال الصحراء وعلى المدن الساحلية للوطن. إذا ننتقل مشاهدينا للملاحة والصيد البحري لنهار اليوم إن شاء الله. إذا البحر سيكون إن شاء الله إذا هادئ على السواحل الغربية حتى على السواحل الوسطى، إذا ليلتحق هذا الهدوء على السواحل الشرقية، إذا بسرعة الرياح تتراوح ما بين 10 كيلومتر ساعة إلى 17 كيلومتر في الساعة، اتجاهات الرياح مختلفة، درجة حرارة مياه البحر تقدر ب 25 درجة. مشاهدينا نصل لختام نشرتنا الجوية وكالعادة بالمعلومات الفلكية الظاهرة على الشاشة لشروق وغروب الشمس، الغروب سيكون على الساعة 6:31. للمزيد من التفاصيل عن أحوال الطقس والجزيرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة والخاصة بقناة الحياة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء. نوبيليس معا نصنع المستقبل.